الشاعر يقول جزا الله الشدائد كل خير، انا اقول جزا الله الانذارات والكروت كل خير اللي خلت مينا يغيب عن مباراه الاتحاد ويقتنع اخيرا بالغصب المدرب انه يلعب حسن القحطاني. مشكله الشباب في الثمان مباريات الاولى لما جاب 22 نقطه انه لعب مع فرق امكانياتها اقل منه بكثير، وامكانياته الفرديه هو عاليه يقدر يسجل، فيسجل فكان يسجل اهداف الشباب، فما كان واضح في الخلف، مع ان الحارس شال في كل المباريات كان يشيل، يعني تلقى الشباب فايز 3-0 والحارس شايل 4-5 اهداف. ولكن الفوز ينسي، والناس قاعده تقول الشباب قاعد يقدم وقاعد يفوز وما يدخل فيه اهداف وما الى ذلك. جت مباراه الفتح وجت مباراه الوحده وبينت انه بانيجا واللاعب البولندي مستحيل ان يلعبون كمحاور دفاعيه، هذولي يا يلعبون يا 8 يا 9.5 يا ما يلعبون. ومع كذا اصر ولعب ضد الفتح واخذ وانهزم، لعب ضد الوحده وانهزم. جت مباراه الاتحاد مينا عليه 3 كروت وارون متعور، فما كان قدامه الا يلعب حسن القحطاني، حسين القحطاني. لما لعب حسين 6 الفريق تغير شكله وتنظم، لعب مع الاتحاد مباراة كان هو الأفضل في وسط الملعب، اليوم شوط أول كان جدا ممتاز ولولا براعة أسبينا كان الشباب يقدر يسجل أكثر من فرصة، الشوط الثاني صار فيه ضعف وبرضه صار فيه تخبيص من المدرب، بعض التغييرات مثل نزول نواف العابد وإخراج هتان. الشباب يملك عناصر فنية ممتازة، أو نقدر نقول 11 لاعب في الملعب كويسين، لأن الاحتياط ممكن يكون في بعض الأماكن ما هو كويس، وهذه بنتكلم عنها. مو بس الشباب، أغلب الأندية السعودية اليوم عندها مشكلة أن فيه جاب كبير بين اللاعب الأجنبي واللاعب السعودي اللي مكانه، وأكبر دليل الظهر اليسار في النصر اليوم مع كل الود الولدنا لا جامي، لكن ما هو زي كونان يعني. وعلى ذلك قس في الشباب نفس الشيء، في الهلال في الـ في الـ في كل الفرق الثانيه. فانا اقول ان الشباب اليوم لما لعب حسن حسين القحطاني كلاعب محور تقليدي 6 الشباب ظهر قدر يسيطر دفاعيا وقدر برضه يفرض اسلوب الشوط الاول. الشوط الثاني بدون اي شيء غريب صراحه، نزول رتم الفريق ونزول مستواه ما كان له، ممكن مباراه الاتحاد اثرت عليه بحكم انها بينهم 4 ايام، النصر مرتاح اكثر، لكن ما هو انا بالنسبه لي ما هو عذر. تبقى مباراه الجمعه، اتمنى انا شخصيا ان يستمر حسين في الملعب ويكون مين احتياط ينزل الشوط الثاني، او عدم التسجيل انا اشوف انها براعه سبينا صراحه، يعني اليوم عدم تسجيل الشباب، لا ما نلوم لا جونيور ولا اللعيبه الثانيين، سبينا كان لاعب. الشيء المحير انه جوانكا دايم في الملعب ولا احد يدري ايش قاعد يسوي. جوانكا في الملعب له طرف وله صانع لعب وله 8، ومع كذا مستحيل يتغير، ما ولاعب اساسي في ال 11 مباراه، ما ادري في 12 مباراه، والكل مجمع انه الا طبعا مورينيو اللي هو يلعبه، لكن الكل مجمع ان الرجل ما عنده اي شيء يقدمه.